الان ينضم الينا من رام الله سيد اشرف عكا الخبير في العلاقات الدوليه، سيد اشرف اهلا بك على شاشه الغد، ابدا معك برؤيتك لما يجري الان في قطاع غزه وايضا للساعات المقبله والارتقاب حول ابرام اي صفقه ما بين الاحتلال وايضا الفصائل الفلسطينيه. يعني رغم استمرار العدوان الغاشم على قطاع غزة وآلة التدمير يبدو أن المقاومة الفلسطينية ما زالت قادرة على يعني على مواصلة القتال ببسالة وبمفاجآت يعني خاصة يعني أن اليوم وخلال الساعات الماضية إطلاق أكبر يعني صواريخ أكبر قدر يعني يعني إطلاق هجوم صاروخي كبير على إسرائيل دليل على أن المقاومة الفلسطينية يعني تمثل قدرة استراتيجية كبيره في المواجهه وانتقلت من استراتيجيه الدفاع الى استراتيجيه الاستنزاف وهذا دليل على ان المرحله ما زالت يعني مسيطر عليها في ساحه القتال من المقاومه الفلسطينيه بهذا الاتجاه ولكن على صعيد الصفقه يبدو ان كل الضغوط يعني الخاصة الامريكية والضغوط الداخلية على تني... على نتنياهو وعلى جنرالات الجيش قد تجبرهم على المضي قدما بهذه الصفقة وبالتالي يثبت تماما ان المقاومة قد فرضت جزءا من شروطها لاتمام هذه الصفقة ولكن الاهم بما يجري عمليا هو تلك التحركات السياسية من اللجنة السباعية المنبثقة على القمة العربية الاسلامية والتي بدأت تأخذ يعني دور التحرك الاستراتيجي على مستوى الصين وعلى مستوى روسيا وعلى مستوى العالم، هذا قد يمثل يعني محطه يعني مترادفه متزامنه مع الواقع الميداني يشكل بالضروره حراكا لانهاء القتال ووقف الحرب، وهذا يحتاج الى جهود مضنيه وصولا الى ذلك المستقبل المنشود في اطار الحل لا. الشامل للقضيه فيه. الفلسطينيه. سيد أشرف عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق وفي تصريحات خاصة للغد أكد عن وجود تقدم في صفقة تبادل الأسرة مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التأخير في إبرام هذه الاتفاقية هو سبب مماطلة نتنياهو لماذا برأيكم نتنياهو يماطل بإبرام وعقد هكذا صفقة؟ يعني بتقديري اتمام هذه الصفقه يعني الاعتراف بحماس وقدرتها وشروطها وبالتالي هو يعترف انه سيدفع ثمنا سياسيا رغم ان كل الشعارات الماضيه والاستراتيجيه التي بنيت عليها قضيه الاسرى عبر الضغط العسكري وبالتالي عندما يقدم ذلك التنازل عبر المفاوضات اذا لماذا تم التاخير وهذا قد يسال عنه من المجتمع الاسرائيلي ومن اهالي الاسرى وبالتالي هو يماطل من اجل ان يحقق ذلك عبر الميدان العسكري وعندما يتم ذلك عبر المفاوضات وعبر موافقه حماس وعبر الضغط الامريكي وقدره الوسطاء على اتمام هذه الصفقه نتنياهو سيعطل ذلك لانه يعلم تماما ان بدايه هذه الصفقه ستكون مقدمه لهدى وهدى اخرى وبالتالي مدخل مهم لتهيئه الظروف لوقف الحرب يعني آجلنا ام وبالتالي هو يريد ان يعطل كل المسار السياسي التفاوضي او التهدئه من اجل المضي قدما في هذه الحرب وكان جدل طيل الساعات الماضيه حول اما ان نوسع العمليه تجاه الجنوب او نعطي مجالا للمفاوضات حول هذه الصفقه وبالتالي جالنت ونتنياهو دفعوا باتجاه يعني باتجاه النقاش حول توسيع هذه الحرب تجاه جنوب قطاع غزه واستكمالها بذاك الاتجاه ولكن يبدو ان الضغوط الامريكيه وترجيح كفه الطرف الامريكي في كابينات الحرب جانتس ورئيس الشباك والموساد هو من دفع باتجاه هذا الشكل الذي نسمعه في الاعلام لاتمام هذه الصفقه وقرب انجازها. طيب. ولكن مما لا شك فيه ان نتنياهو لا لا يمتلك الان خيارات سوى هذه الصفقه، يعني سيد اشرف كل المعطيات على الارض تشير الى ذلك، يعني نتنياهو او الجيش الاسرائيلي بالاحرى لم يتم او لم يصل الى شيء حول المحتجزين. حتى انه لم يستطع ان يضعف القدرات العسكريه لحركه حماس حتى هذه اللحظه يعني كلنا شهدنا اليوم او امس اطلاق الصواريخ من المناطق الشماليه نحو تل ابيب والعديد من المناطق الشماليه في الداخل المحتل نعم لكل ذلك هو الآن يماطل لأنه لا يريد أن يبين أن ي... أنه أذعن لشروط المقاومة ولما تريد المقاومة طيب و... ولكن ف... ألا يزعج يبل... المجتمع الإسرائيلي ذلك يعني؟ نعم نعم يزعج ذلك المجتمع الإسرائيلي وتحديدا أهالي الأسرى وهذا الملف أصبح ذات عامل ضغط كبير على الحكومة وعلى نتنياهو وعلى الجيش وعلى كل المستويات ولكن يعني أعتقد أن هذا يحتاج إلى تفاعلات أخرى لكي يتم تحميل نتنياهو المسؤولية عن الفشل الاستراتيجي سواء كان في هذا الملف أو في تعثر العملية العسكرية أو تلك النتائج المنبثقة عن ما جرى في السابع من أكتوبر <applause> طيب سيد أشرف إذا ما تحدثنا حول الدور الأمريكي في عقد وإبرام هكذا صفقة بايدن يقول أن أنها قاربت أو أو أن الصفقة سوف وهذا الاتفاق بات قريبا لابرامه أو لعقده. يعني اعتقد يبدو أن الطرف الأمريكي قد وصل هذا الإستنتاج بناء على بعض المعطيات والضغوط وتفاعله واتصالاته ومحادثاته مع يعني القطريين والأطراف الإقليمية الأخرى في ضرورة إتمام هذا الملف. باعتبار هذا الملف كذلك هو عامل ضاغط على الاداره الامريكيه، ولا بد للاداره الامريكيه ان تحرز تقدما ما رغم كل التوترات التي يشار لها عبر المحادثات بين نتنياهو وبايدن ومحاولات نتنياهو تعطيل كل تلك المسارات الداعيه لانجاز هذا الملف وغيره من ملفات انسانيه وحتى يعني التصور المستقبلي، اذا يعني الطرف الامريكي معني تماما اولا يعني بمنع اتساع دائره هذه الحرب ويبذل مجهود كبير بهذا الملف واعتقد انه بدات مرحله انهاء وجود نتنياهو وحتى شكل وطبيعه الحكم في اسرائيل قد تتغير وهذا يبدو ان لانعكاسات هذا الملف على فرص بايدن الانتخابيه وعلى تلك التفاعلات والعمليات الداخليه في الولايات المتحده هي فقط انعكاسات إن على مستقبل بايدن ام للضغوط الشعبيه التي تعرضت لها تلك الاداره من, من, من قبل الشعب الامريكي، يعني كلنا شهدنا في الايام السابقه خروج مظاهرات سواء في العاصمه او حتى في باقي الولايات الامريكيه تندد بما يجري في قطاع غزه سيد اشرف. نعم صحيح هي كل تلك العوامل المؤثره بالضروره على فرص اداره بايدن وعلى شكل الولايات المتحده العالمي وعلى تلك التداعيات على الداخل الامريكي وبدانا نسمع عن خطاب كراهيه وعن بعض الحوادث والاحداث التي جرت بفعل ذلك يعني تلك الاحداث اعتقد ان ما يجري في قطاع غزه من حرب اباده صور الدم قتل الاطفال وعمليات التدمير كلها تزعج يعني الاداره الامريكيه وادت بالضروره الى تلك المظاهرات والتفاعلات الداخليه، اضف الى ذلك يعني ان الولايات المتحده بدات تشعر بعزله دوليه خاصه انها هي من يرعى تجاوز اسرائيل وخرقها لقواعد الحرب وللقانون الدولي ولكل يعني الاتفاقيات التي تحدد بالضروره طبيعه هذا القتال في في هذه المناطق المكتظة والموجود فيها مدنيين وبالتالي نلاحظ مناشدات الولايات المتحدة وتؤكد دائما مطالبتهم لإسرائيل بتحييد المدنيين وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية ومنع امتداد هذه الحرب واتساعها طيب. إذا وغير ذلك كله. لماذا أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل في ممارسة هذه الإبادة تحدثونا عن الساعات الأولى اعتقد ان تلك الروايه الاسرائيليه من جهه، وذلك يعني وذلك التاثير على مشروع الولايات المتحده والغرب المتمثل في اسرائيل، يعني الامبريالي الاستعماري كمقدمه يعني لهذه الرؤيه الغربيه الامريكيه للمنطقه هو من دفع الولايات المتحده لهذا الاندفاع واعتقد انهم ظنوا بان اسرائيل قادره وانهم بوجودهم بالمنطقه يستطيعوا تاكيد حضورهم واملاءاتهم وشروطهم ولكن ما تغير بالضروره هو المواقف الاقليميه المختلفه وتحديدا مصر والاردن والدول العربيه المختلفه كال يعني كالسعوديه والامارات يعني وعدم تفاعلهم مع تلك الرؤيه الامريكيه ومقاربتها للتفاعل وان اسباب المشكله الرئيسيه هي اسرائيل وبالتالي بدا واضحا للولايات المتحده ان حكومه نتنياهو المتطرفه والتي اسماها بايدن في مرحله ما بانها الاكثر تطرفا هو من دفع الامور الى هذه الازمه وبالتالي الولايات المتحده اعتقد انها تشعر ان كلما طالت هذه الحرب فإنها ستتسع وستستدعي دخول أطراف إقليمية أخرى هذه الأطراف يعني في عداء مع المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة وبالتالي عليها أن تقيم مقاربة أه، تعيد الاعتبار لحلفائها بما يستدعي أيضا حضورها وتأثيرها الناعم في المنطقة وقوتها الناعمة هي أفضل من يعني رأس الحربة التي تقوم بها إسرائيل في إبادة قطاع غزة الذي لقى كل اشكال الرفض في المنطقه وحتى طال الراي العام العالمي وحلفاء الولايات المتحده في الغرب <applause>